احنا في مشاورات باش نجيبوا اساتذه مختصين في هذا الشان لمده قصيره يعني، وهذا هو التكوين. وانا نتحدى ايا كان اللي يقول باللي انا عندي الاكتفاء الذاتي في كل شيء. امريكا وما ادراك من امريكا الدوله الاولى عالميا في كل شيء، وتحتاج الى يعني كفاءات في مجالات معينه من مجتمعات اخرى ومن دول اخرى. فلدى وهذا ماهيش عقده، وما قللناش من قيمه يعني الاطار الجزائري، بالعكس. لا احنا ربما ثاني فهمت خطا. الطبيب سمي بالحكيم والممرض مساعد، يعني مهمتهم هي هذا اللي يقصدهم المريض، طالب للراحة، طالب للصحة، طالب للشفاء. فغير ممكن أننا نقول الأنسنة، لكن الإمام إذا كان مشى للمستشفى ربما ليواسي المريض، ما راحش يواسي الطبيب ولا كذا،